ما ادخل في التفاصيل، خلينا نسال على كيرف النادي الاهلي من وجهه نظر كابتن ماهر همام. موسيماني استلم واحنا عارفين طبعا في نهايه السيزون الاخير، وكانت الدنيا صعبه عليه سواء من ناحيه السكواد اللي بيلعب بيه، وكان عنده ايقافات كتيره او غيابات كتيره نتيجه اصابات، وكان مطالب انه يخش في معترك ثلاث بطولات. صحيح ان احنا كنا حاسمين الدوري، لكن كان عنده مواجهات صعبه نجح فيها باقتدار، كان عنده كاس افريقيا طبعا والقضيه ممكن، وقدر انه يحقق الحلم، وكان عنده مشوار كاس مصر وتوج بالثلاثيه، وابتدى سيزون جديد على طول ما خدش نفسه. يعني شايف كيرف الاهلي مع موسيماني ايه؟ هل شايفه طالع؟ هل شايفه بقى له فتره في ثبات، ولا لا قدر الله ممكن تكون شايفه في تراجع؟ لا الحمد لله يا احمد، عايز اقول لك ان المنظومه الرياضيه اللي موجوده عليها النادي الاهلي، نادي القرن، نادي البطولات، من مجالس الادارات اللي بتتولى على بعض، واخرها طبعا مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب، في نجاحات على طول يعني. وهو ده الصراع اللي احنا عايشين فيه طول عمرنا يعني. فمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، يعني الله يكون في عونهم، لان فعلا مسؤوليه كبيره جدا، وهم قدها ودود، الخبرات اللي هم تواجدوا عليها قدروا بسرعه بعد رحيل مستر فايلر. كابتن محمود الخطيب فكر في وجود مدير فني على اعلى مستوى، مدير فني عنده خبرات افريقيه. فكان اختيار مستر موسيماني كان اختيار جيد جدا يا احمد بصراحه يعني، واختيار في وقته، لان الراجل كمان فوجئنا ان الراجل كمان عنده شخصيه وعنده طموحات ان هو يبقى موجود مع النادي. الحلم من احلام مستر موسيماني ان هو يدرب النادي الاهلي، فالحلم اتحقق. فالراجل بصراحه من اول ما جه واضح قوي بصماته، واضح قوي شخصيته، واضح قوي ان هو قربه للعيبه، العامل النفسي اللي بيتعامل بيه مع لعيبه النادي الاهلي واضح خلال الفتره اللي هو بيتولاها، وفعلا واضح على اداء النادي الاهلي الايجابي اللي احنا شايفينه يعني. انا عايز اقول لك الكيرف بيعلى بينا خلال هذه الفتره مع مستر موسيماني. تحقيقه لثلاث بطولات ده انجاز كبير جدا، بيديله مسؤوليه اكبر، بيديله مسؤوليه بتضغط عليه ان هو مطالب بعد كده في البطوله العاشره، ومطالب طبعا في ادائنا بالنسبه ل كاس الانديه اللي هتعمل في قطر، ان احنا كمان نحقق مركز صحيح. ان شاء الله متقدم. وفي نفس الوقت طبعا هو مشواره في الدوري العام بحيي على ادائه اللي فيه شفافيه وعداله للعيبه النادي الاهلي في التوزيع وتدوير اللعيبه بشكل كبير، حتى خطط اللعب اللي هو بيشتغل من خلالها بيجرب يا احمد في خلال هذه الفتره كلها خطط ايجابيه بتحسب له. فبنتمنى له التوفيق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. وانا شايف ان كيرف النادي الاهلي الحمد لله وصل لمرحله بيطمن جمهوره اللي هو دلوقتي قاعد بيتفرج ومبسوط من اداء النادي الاهلي، لان كان في عتاب قبل كده النادي الاهلي بيكسب لكن الاداء الفني والتكتيكي ما كانش على المستوى اللي يرتقي بيه النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي الحمد لله بدا يجمع بين جانب البدني والجانب الفني والجانب التكتيكي والاداء كمان اللي يرضي جميع الاطراف.